إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من الآية والحديث، وفي الآية والحديث دليل على أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة بصلاح قلبه، فبصلاح قلبه يسعد في دنياه، وبصلاح قلبه يسكن الجنان على سرر متقابلين. فالعاقل هو الذي يعمل ليلا ونهارا لإصلاح قلبه، وقد تكلمنا عن الوسيلة الأولى لإصلاح القلوب، ألا وهي الصيام، وها نحن في شهر الصيام، شهر إصلاح القلوب. وتكلمنا عن الوسيلة الثانية لإصلاح القلوب، ألا وهي التوبة والاستغفار، وها نحن في شهر رمضان، شهر يتوب فيه الناس إلى الله عز وجل. وتكلمنا عن الوسيلة الثالثة لإصلاح القلوب، ألا وهي الصدقة، ونحن في شهر رمضان، شهر الصدقة وشهر الزكاة، يقبلون الناس على أموالهم فينفقون في سبيل الله. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الوسيلة الرابعة لإصلاح القلوب، ألا وهي زيارة القبور، ألا وهي زيارة القبور. أمة الإسلام، نرى كثيرا من المسلمين يذهبون إلى المقابر في كل يوم ويعودون أسوأ مما كان. أمة الإسلام، زيارة القبور الزيارة الشرعية، الزيارة السنية، من أعظم الوسائل لإصلاح القلوب. يخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت ناهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها
ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أيها المسلم، أتفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بزيارة القبور ويقول إنها ترق القلب، وإذا رق القلب اندفع الإنسان إلى كل خير، وتدمع العين وإذا دمعت العين دل على طهارة القلب، وتذكر الآخرة والذي يتذكر الآخرة يسارع إلى الخيرات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. يقول صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت. بل قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ولتزدكم زيارتها خيرا. فالخير كله في زيارة القبور، لأنك إذا ذهبت إلى المقابر وتذكرت الموت عدت إلى على أحسن حال. فمن الخير الذي تتحصل عليه من زيارة القبور الزيارة الشرعية: أولا أنك تتذكر الموت، وتذكر الموت يصلح القلوب. ثانيا تتذكر القبر وما في القبر من النعيم والعذاب، وهذا يصلح القلوب ويرقق القلوب. ثالثا تتذكر الأسباب التي بسببها يعذب الإنسان في قبره فتبتعد عنها، وهذا يطهر قلبك. رابعا تتذكر المنجيات التي تنجيك من عذاب القبر، وهذا يطهر قلبك. انظروا إلى كثير من المسلمين اليوم يذهب إلى المقابر ويعود لا يتحصل على شيء من ذلك الخير. السبب أنهم إما أنهم يزوروا القبور زيارة بدعية، أو أنهم يزورون القبور ولا يتفكرون في الموت ولا في القبر، فمرضت قلوبهم فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وانطبق عليهم قول القائل: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. حال المسلمين اليوم بسبب مرض القلوب أيقاظ نيام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا من رحم ربي، بل يقتل بعضهم بعضا، وتفرقوا فضعفوا وتجرأت عليهم أعداؤهم لأنهم تنازعوا ففشلوا فتفرقوا فضعفوا. عباد الله، أمة الإسلام زيارة القبور الزيارة الشرعية من أعظم الوسائل لتطهير القلوب، فتعالوا بنا لنذهب جميعا إلى المقابر لنزورها زيارة
شرعية. فها نحن قد وصلنا إلى القبور ودخلنا بين المقابر، فماذا نبدأ؟ هل نبدأ عند دخول المقابر بقراءة الفاتحة؟ لا. هل نبدأ بقراءة القرآن؟ لا. فماذا نقول؟ نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذكر دخول المقابر: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو أن تقول أي ذكر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا الذكر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، سنلحق بهم. وبرؤيتك للمقابر وبهذا الذكر تذكرت الموت يا عبد الله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذه المقابر هي دار الموتى الذين انتهت آجالهم فخرجوا من الدنيا ووضعوا في المقابر. فالمقابر فيها الغني، فيها الفقير، فيها القوي، فيها الضعيف، فيها الذكر، فيها الأنثى، فيها الكبير، فيها الصغير، دار الموتى. وإنا إن شاء الله بهم لاحقون إذا انتهت الآجال. فإذا دخلت المقابر تذكرت الموت، وتذكر الموت يرقق القلب، يدمع العين. فهل بكيت؟ فهل دمعت عيناك؟ الموت، أنت بين الموتى، أنت بين القبور، ستكون منهم بعد حين إذا انتهى الأجل. ولذلك من رحمة الله بنا أكثر من ذكر الموت في كتابه: في موضع كل نفس ذائقة الموت، في موضع كل من عليها فان، في موضع كل شيء هالك إلا وجهه، في موضع إنك ميت وإنهم ميتون، في موضع وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وجبريل عليه السلام رحمة بنا يذكرنا بالموت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ونبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته يأمرنا بإكثار ذكر الموت: أكثروا من ذكر هذه اللذات، الموت، الموت. فهل أنت ممن يكثر ذكر الموت؟ أم أنك مشغول بدنياك؟ أم أنك تقوم الساعات على اللهو واللعب والدنيا الفانية ونسيت الموت فعصيت الله ولم تفكر في لقائه ولم تفكر في لحظة الرحيل، الموت؟ أكثروا من ذكري هذه من لذات، الموت. وهو الفاروق عمر أكثر من ذكر الموت، فانصلح حاله وكان على أحسن حال ولقي ربه شهيدا. فالفاروق عمر كان دائما يقول لنفسه في كل يوم، يقول الناس: مات فلان ومات فلان ومات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقول فيه الناس مات عمر، يذكر نفسه. فهل قلت ذلك لنفسك: يا أبا فلان يا فلان، في كل يوم مات فلان وفلان، وصلينا على فلان وعلى فلان، هذا غني هذا فقير، هذا قوي هذا ضعيف، هذا وزير هذا حقير؟ هل قلت لنفسك: سيأتي اليوم الذي يقول فيه الناس مات فلان؟ وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يتمثل دائما بهذه الأبيات، يذكر نفسه بالموت: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد،
حوض هنالك مورود بلا كذب لا مد من ورده يوما كما ورد. تذكرت الموت؟ أنت الآن بين المقابر، بين الموتى. إن صلح قلبك دمعت عيناك، نذكرك وأنت هناك على القبر بالقبر. أتدري ما هو القبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر أمره فظيع، حفرة مظلمة، هذا بيتك. تصور يا عبد الله وتخيل نفسك الآن وقد صلينا عليك وحملت على الأعناق ووضعوك في القبر الآن الذي أنت تقف عليه، وأهالوا عليك التراب، وسمعت قرع نعالهم عندما ذهبوا وتركوك ولا تسمع بعدها أبدا، ووالله لو وقفوا عندك إلى يوم القيامة ما نفعوك إلا أن يستغفروا لك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوضع الميت في قبره. أنت الآن في قبرك، أتدري ماذا يحدث بك يا من زرت القبور الزيارة الشرعية وأنت واقف الآن تعتبر وتتذكر لترقق قلبك؟ ضمة القبر، أول ليلة في القبر، ضمة من القبر لك يا عبد الله. إياك إياك أن تظن أنك تحفظ القرآن، إياك إياك أن تظن أنك قد صمت رمضان وصليت وأنت من الصالحين. أذكرك بسعد بن معاذ رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمن بموته، والذي شيعته الملائكة وحملت جنازته، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. ضمة القبر، وبعدها سؤال وجواب، امتحان صعب، فهل تجهزت له؟ يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر نكير، فينتهرانه فيجلسانه، امتحان. السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن الذي رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الذي صلى وصام وزكى وعبد الله حتى أتاه اليقين، يقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمجرم فعندما يسأل يقول: ها ها لا أدري. ابن آدم بعد هذا الامتحان القبر يتحول إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فالذي أجاب وهو المؤمن تحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، والكافر والمجرم تحول قبره إلى حفرة من حفر النيران. يدخل شاب طيب الريح جميل الوجه حسن الثياب على المؤمن في قبره، فيقول له: من أنت ووجهك الذي يدل على الخير؟ يقول له: أنا عملك الصالح، أبشر، أنا عملك الصالح، أنا الصلاح، أنا الصيام، أنا الزكاة، أنا الإنفاق، أنا صلة الأرحام، أنا بر الوالدين. يدخل عليك في قبرك يا مؤمن. أما الكافر المجرم يدخل عليه شاب كريه الرائحة، وجهه لا يدل إلا على الشر، فيقول له: من أنت؟ يقول له: أنا عملك السيء، أبشر بنار حامية. أعرفت يا عبد الله، يا من أنت واقف الآن على القبر لزيارته الزيارة الشرعية، من الذي يدخل معك في قبرك؟ هل دخلت معك الزوجة؟ لا. هل دخل معك المال؟ لا.
هل دخل معك الأهل والأحباب؟ لا. هل دخل معك الولد الذي ضيعت عمرك عليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إن كان حسنا أحسن إليك، وإن كان سيئا عذبت في قبرك. أيها المسلم، فالقبور، قبور المسلمين أمامك التي أنت في زيارة لها، هناك من ينعم وهناك من يعذب، لكنك لا تسمع. والله من رحمته منعنا نسمع عذاب المعذبين في قبورهم، وإلا ما دفننا أحدا. فالبهائم تسمع صياح المعذبين في قبورهم، فهذا قبر يعذب، وهذا قبر يعذب، وهذا قبر ينعم. أتدري هذا لما يعذب؟ كان لا يستبرئ من بوله. عامة عذاب القبر من البول، كان لا يتنزه من بوله. وهذا آخر يعذب، أتدري فيما يعذب؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام للإفساد بين الأحبة. وهذا كان يأكل لحوم الأبرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي لفظ كان يغتاب الناس. فهل أنت ممن يغتاب؟ هل أنت ممن يمشي بالنميمة؟ هل أنت ممن يأكل رحوم الأبرياء؟ هل أنت ممن لا يتنزه من بوله؟ وهذا قبر يعذب لأنه كان يزني في الدنيا. الزنا سبب لعذاب القبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، في رجال ونساء عراه، يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ضوضعوا. قال النبي لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. الربا سبب لعذاب القبر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في نهر من دم، فسأل عنه قال: هذا آكل الربا. هذه أسباب لعذاب القبر. فاحذر المعاصي وعد يا عبد الله، وعد وقد بكيت، وعد وقد رق قلبك. ما هي المنجيات التي تنجي من عذاب القبر؟ هذا نعرفه بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، زيارة القبور سبب لإصلاح القلوب. فها أنت الآن بين المقابر، تذكرت الموت وتذكرت القبر وما يكون في القبر الذي ينتظرك، وتذكرت الأسباب التي هي سبب لعذاب القبر. فإذا أردت أن تنجو من عذاب القبر فاحرص على هذه المنجيات التي تنجيك من عذاب القبر. منها الصلاة، الصيام، الزكاة، أعمال الخير. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره جاءت الصلاة عند رأسه، وجاء الصيام عن يمينه، وجاءت الزكاة عن شماله، وجاءت أعمال الخير عند رجليه. فإن أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ليس من قبلي مدخل، وإن جيء أو أتي من قبل يمينه قال الصيام ليس من قبلي مدخل، أي على هذا الميت المؤمن. وإذا جيء من قبل الشمال قالت الزكاة ليس من قبلي مدخل، وإن أتي من قبل رجليه قالت أعمال الخير ليس من قبلي مدخل، ويتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة. فيا عبد الله،
الصلاح؟ هل أنت من أهل الصلاة؟ هل أنت من المحافظين على الصلاة في المسجد في جماعة؟ هل أنت من أهل الصيام؟ أم أنك تبارز ربك بالمعاصي وتفطر في رمضان بغير عذر شرعي؟ هل أنت من أهل الزكاة؟ أم أنت مانع للزكاة؟ هل أنت ممن يسارعون إلى فعل الخير؟ أعمال الخير تمنع عنك العذاب، تنجيك من عذاب القبر. وها نحن عباد الله ابتداء من الليلة نبدأ في العشر الأخير من رمضان، أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في العبادة، يشد المجزر، يعتزل النساء ويقبل على ربه في هذه الأيام ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص يا عبد الله على أعمال الخير في هذه العشر وبعد رمضان لتنجو من عذاب الله. ومن منجيات عذاب القبر سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، سورة 30 آية، من حفظها وكان من أهلها نجا من عذاب القبر. ومن المنجيات الموت في يوم الجمعة وليلة الجمعة، من مات يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة نجا من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا موتة وخاتمة يرضى عنها. عباد الله، وأنت هناك على المقبرة تذكر المخالفات الشرعية التي يقع فيها الكثير من الناس، منها تلقين الميت بعد وضعه في قبره: يا فلان ابن فلان، يأتيك ملكان يقال كذا وكذا فقل كذا وكذا. هذا ليس من السنة. تلقين الميت لا إله إلا الله يكون عند الموت، عند طلوع الروح تقول له قل لا إله إلا الله، فإن قالها فاتركه. أما بعد موته لو جاءت الدنيا كلها تقول له قل لا إله إلا الله، ولم يقل لا إله إلا الله ما نفعته لا إله إلا الله. وكذلك من المخالفات الشرعية التي تراها بين القبور رفع القبور عن القدر السني، فترى كثيرا يرفعون القبور ويضعون الرخام ويكتبون الآيات عليها. كل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه. كذلك بناء المساجد على القبور، احذر يا عبد الله أن تدفن أو توصي أن تدفن في مسجد أو أن يبنى على قبرك مسجدا، فالمساجد لله فلا يكون فيها إلا عبادة الله عز وجل. وبناء القبور على المساجد والدفن في المساجد باب من أبواب الشرك. ويا أسفا في بلاد المسلمين بنوا المساجد على القبور، وهناك من أشباه العلماء من يدافعون على ذلك ويستدلون بأدلة واهية. والنبي صلى الله عليه وسلم في موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر من ذلك. كذلك إخواني، تخصيص زيارة القبور بيوم العيد وفي يوم العيد ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور عيدا. وتخصيص يوم العيد لزيارة القبور ليس من السنة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. زوروا القبور قبل العيد، زوروا القبور بعد العيد، أما زيارة القبور في يوم العيد كما نرى وتضييع المسلمين لصلاة العيد هذا مخالف للسنة، وهذا تضييع للأوقات، وهذا يدل على الجهل. فزيارة القبور في أي وقت، أما في يوم العيد فهو يوم فرح تدخل السرور على قلب أولادك وأهلك، فزر الأيتام وزر أرحامك التي قطعتها وأدخل السرور على أقاربك، وزر بعد ذلك المقابر فتخصصها في يوم العيد. كل ذلك ليس من السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة القبور الزيارة الشرعية، وأن ينفعنا بزيارتها ليرقق قلوبنا، فزيارة القبور سبب لطهارة القلوب. فإذا طهرت القلوب يا عباد الله أصبحنا أمة واحدة، كالبناء الواحد في قوته وكالجسد الواحد في حساسيته، يحب بعضنا بعضا. أما بمرض القلوب
تفترق الأمة. فبالله عليكم يا أمة الإسلام الذي قالوا قبل سنتين بالربيع العربي، هل طهر القلوب أم أمرض القلوب؟ هل جمع الأمة أو فرق الأمة؟ هذا حال الأمة اليوم، تفرقت وأكل الربيع العربي الأخضر واليابس، وجعل المسلمين يقتل بعضهم بعضا، فانشغلت الدول بنفسها لتأمين الأمن الداخلي فيها، وها هم اليهود قاتلهم الله يسرحون ويمرحون ويضربون في أي وقت شاءوا ويفعلون ما شاءوا بسبب ضعفنا، بسبب تفرقنا. قويت اليهود وقوي أهل البدع والكفار على الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن ينصرهم على من عاداهم. اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم من أهل البدع والأهواء، اللهم عليك باليهود وأرنا فيهم يوما أسودا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل أموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.